شركة عمان لحوض الجاف شركة حكومية تتكون من 5 أرصفة بطول تقريبا كيلوين و800 متر، أيضا يحتوي على حوضين جافين بطول الأول. الحوض الأول بطول 410 متر في تقريبا 95 متر بعمق 12 متر، يتحمل وزن سفن فيه لحوالي 600,000 طن. وعندنا الحوض رقم 2 بطول 410 متر أيضا في 85 متر في العرض بعمق أيضا 12 متر، ويتحمل في حدود 500,000 طن كوزن إجمالي. في الحوضين بإمكاننا استقبال أكثر من 3 سفن في نفس الوقت في كل حوض كما تشاهدون الآن في الحوض رقم 1. أيضا نحن نقدم كافة الخدمات اللي هي صيانة السفن، سواء كانت الخدمات الخارجية اللي في الحوض، سواء كانت في الأصباغ، الهال تريتمنت في المعدات الخارجية بالنسبة للأشياء الميكانيكية، أو كافة الخدمات اللي هي تتعلق بأمور الملاحة أو المحركات في داخل السفينة. نتكلم عن إمكانيات الحوض في استقبال السفن، ما هي أنواع السفن اللي ممكن الحوض يستقبلها؟ الحمد لله بإمكاننا استقبال كافة أنواع السفن، سواء كانت العسكرية منها أو التجارية أو حتى أيضا سفن الركاب. الحوض مهيأ بكافة المعدات، سواء كان من القوى البشرية أو المعدات المتطلبة في الورش أو في الأرصفة أيضا، فمستعدين لاستقبال كافة أنواع السفن اللي هي تتطلب صيانة. نتكلم عن الطاقة التشغيلية للحوض الجاف في الفترة الحالية، عدد السفن اللي يستقبلها، كذلك ما هي الساعة القصوى يعني لاستقبال السفن؟ الحمد لله في خلال السنتين الماضيات كان في يعني ارتفاع ملحوظ، ولو قارنا السنة الماضية بالسنة هذه خلال نفس الفترة أكثر من 30 إلى 35% كان عندنا زيادة. استقبلنا في بعض الأحيان مثلا في شهر 7 في هذه السنة وصل معنا عدد المشاريع المتواجدة في نفس الوقت حوالي 19 مشروع، فعندنا إمكانية لاستقبال 19 مشروع في نفس الوقت والعمل فيهم في نفس الوقت. نتكلم عن إمكانيات الكادر العماني، وجودهم اليوم في المشروع. نعم، هو يعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة وفي السلطنة، ممكن نحدد. تحديات كثيرة واجهت لأنه ما كانت في خبرة مسبقة. الحكومة ما قصرت، استعانوا بشركات متخصصة في المجال، تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين اللي بدأ تقريبا في 2009 أو 2010، أول دفعة كانت من مهندسين. بعثوهم لدورات في شركات متخصصة في كوريا وفي رومانيا أيضا، وأيضا جابوا طاقم مهيئ هنا في الدكم. حاليا عندنا عدد او نسبه جيده من العمانيين الموجودين، سواء كان في الاداره العليا او في اداره الاقسام، او كانوا كمهندسين او موظفين في الادارات الاخرى. نمتلك عدد جيد من العمانيين، وحاليا اصبحوا كفو ومهيئين لاداره المشروع ان شاء الله للامام وللافضل. نقدر نتكلم عن المتوسط اللي تحتاج له احيانا السفينه للصيانه؟ عامل الوقت اكيد يفرق بالنسبه للسفن في الكفاءه في مساله عمل هذه الصيانه. صحيح، الوقت مهم جدا هنا، واحنا معانا الوقت محسوب لنا بالثانيه، ممكن نقولها لو دققنا اكثر. عاده السفن اللي تجي للصيانه العاديه تتراوح من 7 إلى 9 أيام، من 7 أيام إلى 9 أيام، هذا كمتوسط عادي او كصيانه عاديه. في بعض السفن منها يدخل في صيانه دوريه لـ5 سنوات او لـ10 سنوات حسب متطلبات الشركه المالكه. فبعض المشاريع اللي فيها اعمال كثيره توصل لـ12 يوم لـ14 يوم، إما إذا كان دخلنا في مرحلة الكونفرشل أو نيو بيلدينج أو كحوادث معينة في السفن، هذا على حسب العقود اللي تحصل بيننا وبين الملاك، ممكن توصل لـ20 يوم 25 يوم، ولكن متوسط السفن ما بين من 7 إلى 10 أيام، هذا بشكل دوري احنا نعمله هنا. طبعا كل ما كانت فترة أقل كل ما كان هذا شيء جيد لنا كمردود، سواء كان سمعة جيدة للحوض الجاف إن خلصنا مشاريع في الوقت المناسب. وهو تحدي طبعا في المنطقة، معنا هنا في عدة شركات من نفس هذا من نفس الحوض الجاف، فالتحديات كثيرة. الوقت عامل، الوقت طبعا عامل جدا جدا مهم، فاحنا نحاول إن بقدر الإمكانيات الموجودة إن نحكم الوقت بحسب الاتفاق اللي صار بيننا وبين الملاك السفن. نعم مهندس، ممكن نذكر النمو في استقبال السفن من سنة إلى سنة؟ نحن بدأ التشغيل في 2012 نقدر نقول، كيف ترون مسألة النمو في العقود السنوية؟ صحيح، احنا بدأنا في هذا في الوقت في 2012 تقريبا، وكان معنا في حدود يتراوح من 4 إلى 7 سفن في الفترة هذه.
ولكن الحمد لله وصلنا الآن إلى 19 سفينة و19 مشروع، سواء كان مشاريع صناعية أو سفن في نفس الوقت. ففي إنجاز واضح، يعني في تقدم واضح في خلال الخمس أو الست سنوات الماضية. حقيقة في خلال السنتين الماضيات كان في يعني تقدم كثير جدا ملحوظ من ناحية عدد السفن. وصلنا في نفس الوقت إلى 19 مشروع، حاليا معنا 13 مشروع في هذه اللحظة، وعندنا أيضا سفينتين في الانتظار، موجودات في منطقة الانتظار على مشارف الدخول خلال اليومين القادمات هذه.